مرحبا جماعه، مساحنا فيكم اليوم. احنا بدنا نعطيك فتور في مترو موسكو. عشان تدخل مترو موسكو انا شريته ليوم كامل. تقدر تشتري لمره واحده، تقدر تشتري ليوم، تقدر تشتري ل 3 ايام، واعتقد عندهم اسبوع. بس تعمل له المترو بيجي كل تقريبا دقيقتين. واحلى اشي في المترو انه عندهم فيه واي فاي فري. هاي خلينا نركض المترو. احنا هلا رايحين على راسنا بروشد او طبعا هاي الخارطة تبعت المترو زي ما انتم شايفين معقدة جدا، اكثر من 300 محطة. وهون شبكنا على الواي فاي ومحطات مترو موسكو هي عبارة عن متاحف. متاحف كل محطة لها تاريخ خاص فيها. طبعا محطات المترو بربطها محطات خارج الارض او فوق الارض، بسموها الارتي او الكتريشكا بالروسي. وهذه بتسوي حوالي 1200 كيلو خارج الأرض. طبعا هدفها تربط وسط موسكو بضواحي. هذا المصعد اللي بنطلع فيه حوالي 80 متر تحت الأرض، عميق جدا جدا. مترو موسكو يعتبر من أعقد شبكات المترو في العالم. زي ما حكينا هو أكثر من 80 متر تحت الأرض، وافتتح قبل أكثر من 80 سنة. بنقل أكثر من 9 مليون شخص باليوم في 800 كيلومتر من الخطوط، 10,000 قطار، ومتوسط زي ما حكينا بيجي كل دقيقتين. زي ما حكينا كل هذا فيه واي فايات. طبعا هو عجوبة معمارية بكل المحطات اللي فيها. في حوالي أكثر من 200 محطة الآن في موسكو. طبعا الشغلة اللي بدي أحكي لكم إياها إنه تحت مترو موسكو، تحت المترو في مترو تانية أو شبكة تانية. هي مش شبكة مترو، هي عبارة عن شبكة عملوها أيام الاتحاد السوفيتي للزعماء، بتربط بين الأماكن الاستراتيجية وبيقدروا يهربوا منها خارج موسكو. وهذه طبعا فتحوا جزء منها حديثا اسمه البانكرز 42، وهذا البانكرز موجود تقدر تزوروه. وغير هيك الان الناس ما تقدر تزور طبعا، لسه ميستريز وشغلات غريبه وعجوبيه ما حد كثير بيعرفها. ولها تاريخها. هذا هون، هذه من اشهر الاماكن اللي بيجوا عليها الناس بحكوا منخارهم الكلب عشان السعاده. وهذا الديك عشان المصاري زي ما بيحكوا. هاي شايف كلهم بحسسوا على الديك.
طلع كل واحد هذا كله برونز طبعا، يمثل جزء من الشعب الروسي اللي قام بالثورة. هذه المحطة اسمها بلوشد ريفولوتسيا أو مكان الثورة، ما يعني بمثله كل فئات الشعب، الأب والأم والعسكري والرياضي. هاي الجاجة شايفين، لا تخصص عليها، هذه الدجاجة سجاجة أكثر. هاي اللي على الأرض اكتشفت إنها من العميان عشان تدلهم على مكان المترو كيف يمشوا يروحوا. واحد قدامنا أعمى كان ماشي عليهم، اجت مرته أخذته. كيف وصلهم لجوا، بعدين هاي الطراطيف بين لهم انه في باب. It's caught in the crossfire.